الرخ وفي حديد وفي الدهن زي ما صار يعني علاقته. الستة كده صورة مش يعني هي مكملة كده، لما تيجي تبحثوا تلاقيهم تحت 100 من العناوين، لكن لما بيتفرطوا أسباب التأمين إيه، هو في 6000 سبب للتأمين. فمتنوعة في جميع المجالات، وزي ما بقول الشركات القابضة هي شركات زي القانون ما بيقول هي هدفها إدارة الله. هنقول حصتنا بس انا لسه ما قصرناش وصلت المستهدف. لا احنا بنستهدف دايما نحافظ على نفس حصتنا في السوق، واحنا حصتنا كبيره قوي في السوق، ومش عايزين بقول لك هو ضايع وهينتهي وهياخد سطر. ان شاء الله. شكرا.